ماما. حمزة، ماما حمزة، مالك؟ شو وقع لك حمزة؟ عاودتاني شفت نفس الحلم كمال، شفت راسي وانا حاضر لجنازتي، شفتهم بعينياتي خشوني تحت التراب، غير ماما وبابا اللي كانوا حاضرين لجنازتي، انا كنت كنشوفهم ولكن هما ما كانوش كيشوفوني، وماما مسكينة كانت حالتها حالها بكثرة البكاء، بغيت نسكتها ولكن ما كانش كتخرج ليا الهضرة. بابا كيف ما كان الحال كيصبر، واخا يبقى فيه الحال راه يقدر يضبط راسو، ماشي بحالها هي، كيفاش غادا ديتها تستحمل هادشي اللي غيوقع؟ انا نستاهل اي حاجه يديروها ليا، ولكن هي مسكينه شنو ذنبها؟ خايف لا توقع لها شي حاجه بسببي. حمزة تهد بعافاك، شوف ما كاين لاش تفكر في هادشي، تكا وارتاح شويه.